ما نعطيك صوتي كان تكون في المستوى الشعب التونسي ليس في المستوى المواطن التي من الجهة التي تنتمي إليها، تكون تنتمي لجميع الجهات ولا تكون لك أي صلاحية لاستغلال اللي أنت تكون إنسان خطر عندك الحصانة تستغل فينا به. نحاها هذيك من مخك وتحكم على البلاد، كان مش تكون في المستوى كرئيس ولا كمستشار بلدي ولا كمستشار وزاري ولا كان أي مكان تشتغل فيه، كون رؤية للشعب وكاو واش حاجتنا. وفي المستوى نعطيك صوتي.